نغلد بدين سبيل للأمة بغلا رنغا المارين غريبات بأزاد المرات عن حزن نظرات تعلق بربك من أزامر حديث من النزائلة اللازم به لإهوات وَهَلَّرْ بِبَابُ اللَّهِ تَرْجُوكَ بُولَا مَا أَنَّمَا إِلَى الْإِخْوَانِ ثُمَّ الْعِبَادِ فَأَلَهَمَا أَنْتَ أَبْدَيِّ لِوَسِيلَتِ فَغَلَبْنَا أَنْ خَيْرًا أَنَا مِنْ وَسِيلَتِ فليس زيارة الله إلا رسول وما كان غير زيارة إداتي وقسم أرزاق عباد محمد فيؤتي لكل ما استحق بقسمتي فلو زال أن زال أسرى لحظاتي فلولا أن الكل مسلوقا تعطيقا أجل الله في قواتي
Wagar za wagar minu mazi ati inna ma yubeda lalwajada min kalli rahmati ala yaddi zala ala yubeda malitada bihi wajda ma tabaza minu ummi baydati بما أرام الإمام إلا ونياته نتابعه إنسان ليتبعه متبات المختار إذا حدوى تماتي فسلمت وتسليم بالحكم واجب وبحكم لا تسليمنا للأئمة وزل جميع أهل جماعة رحمة إلي أبزار أهل فضل جماعتي فلا ترغبوا أني صلاتي براتب فللحكم نهي البعد عن جماعتي عليكم بباب الله باب رسوله ما يا وسيلة لخير البرية فلا نبتغي للمتبع من وسيلتي سوى المصطفى المحسوس من أم رضواتي يا
Bagala la gurba anamam medumal la valla bella zela badira de wa khatim awliya ila stahalibati fa anda la anna la anda bi wahdati Ala gana shaykha di jani yaqlatan kama la gana shaykha nabi bi yaqlati wa la gana ul hadiji wa hadariga fa akrim bi a'azam bi amin darivati Sabiyon varaban, udan jizamia, babilon de khazir, no halil adadi, fali sadiqin abhi, bilhum saradun, bi hubbin wa ridwani, wa qurbin wa wazlati. إليه وذكر يا بذكر ذكر بعلالات ولا وأبدال كلمات وأدب وأدب الكتاب وسنة فزاريد زرت سبع للأمة مفصلات بالقول والسقا يا اخي فاذر من تفريد عزر لاخوتي فاذرنا تفريد بشرط وردينا فيما يا من المكروه خوفا وديئتي بغر بغر الإيمان سيخ إيماتي أماني من كل مكاره جنتي عليكم بهذا الورد إلا ورودكم به الليل بهم جوار ذهبتي فما نكز إلى الأنفس أما أن يرد عند والي عبد مريد بأحدكم تهزم لأجل وبائكم بأول حزم من خيار العزيمة فلا تهمل إلا أن تريد بسرسها ولا تتهون ولو لحظة ولدي وقد مزرودا فإبلغ حرمة لأذار من أهدي لأربع رتبتي
أعوذ به مما يغير قلبه وذاك بدرج الحفظ حرمة زبده ويؤسس في أنا إذا ينظر بعضكم لبعض الولد ذو السفيع أحبتي وأما لكم من تهزي نسيئتي فمن قتل بلاء ورفق لا إله لما قبل تسليما يسلم مولاتي فمن قتل بلاء ورفق لا إله لما قبل تسليما يسلم قولتي لا إله إلا الله 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 على أوراد أزلاء الكتاب وعبد مغدا أهدا على خليقة وما حزوح من حارق أهدا أهدا ولكنه ولى بحكم النيابتي ومن خلى بالعقود مستحضي أمرهم ولم يبني بالعقود بحيبات رجال وترل بعد زرقوا إلى وما بدل تبديل أقوى أدلتي
ومنجر عيود بسم النبر لتعظيم آيات كتاب الكريم ومن كذب الناس سريع الكفر بتعظيم للناس حكم الشريعة ومن كان يدعى لله وزول سبيل الرازدين أمرتم بأوات بأس على الإنابات أنيبوا إلى ربي وتلوا وأسلموا إلى المسلمين الله حق الإنابات كخاتم رسل الله برسل منزلا وأنزل مقام خدم رسالتي وأظهر هذا الخدم مع غيرهم كمن يصاحب خير رسل من كذبتي فكانت تماما دليل مقام من اتى نبيا وهي اقتدام النبوه كذا قضى المولى بخدم دارينا أرائك أهل الله بالحزم دلتي سريعة آية زرعية قدما ولكن بين ذلكم قل سريعة فكل رسول بعد آخر زرعه له الحكم نزلكم قبل لحكمتي فلا برا بدرادنا بين رسلنا عم بما لنا غير سنتي إمام لرسل الله فهو إمامنا وخاتم بعضهم ختام رسالتي ومن حرم إلا إلا وهو إنه لذا وصل دونه فهي سدتي حرام علينا انتقال لغيره وذلك بأحكام هذه الطريقة الخصم مع الخاتم
نحن لا بعد بصفة ختم أولياء ببله وأدى تاريخه حمدنا حمدنا زال أتى على الذي به حسن بشر على الغالبة نعم إنا رآه بسورة التي أنا أبراج في أبي حسن عليه ترقعه أرض الطريق به فقلده المتاع عظيم بالمثل ولقد علم ناشد أهل ما يكي ونادى عليه أيها الناس فاسمعوا الله لكي ترى لشيخ وإنه يربي لأرباب مجل بالعظات ومن آخر العالم الأجل سرور لدى كل حالك وبكل ذهب أنادي أخلائي علي فانتحسنوا به إن إذني أماني وجنتي فنادى لسان عالم عليكم ألم يا آدم غزا وسادتي تنوب عن الأصبع ثم لبلكم رجونا دار الأصبع عيدا لنوبتي على أنكم والله ما زلتم ولو بلا ذات مولاة لدينا وسيلة على عدد الأغوان كان الزوات لدى كل ذات من ذات مجرات يسرب بروحانيات دونها وزاد تراب بالمكان استقرت وليس الذي ترجو لغاب لازم ولكن لذاته تمنى لنظرتي بعين سود ذاته السن ولو رأت ما هي أبدا بعين البصيرة
لأحمد جدي ملاهي أين وما البيع المختار ظل لآتي إلى فوق أيديهم وبيات ربنا فمزاقه الأرواح بأصل نظاتي تنوب عن تقبل للحجر الذي إليها إزارة به حقيقته كما كان قلبه إليه إزارة بحب وحرما لحرمتي فهيا مطلوبان بالحكم عندنا وكل لهم على مزار الاستدعاء لبيت المبان الحي فرد وانني أرما لكعبة تداني بأنجتي ومن هجب فاتح المباني يحسن إلى المغفر لكل قتلات ومن حج كعبة تداني نديم ويسكن من هجب المبين لرؤيتي بجبلة ارتدى لا جد لنا إزارة أنه ارتدى للخلبة بجبلة إسلام وجه لربنا نبي الهدى والله جبلة وجهتي من شر آدم وأنتم إماتي وإذن وجنة ونذر أبياتي فجئتكم بالروح من نيابة عن الجزم الامتثال أمر وتأتي فمن حل ساعة تغدل عندكم قلب الذي
وايغانا انداما اندا واجونا وكم ببزر وتريب ونزل وعبادي غير عريض ربي رسولي ماتي ورؤيا وجهما يزيل زعواتي Allah
إنا لا تهزز ولا تتجزز كذلك لا يعتز إذنه ما في دولتها منا يا سمة أول أهل البر وتقوى لتزعو بمسرتي على برغب بما أدى إلينا من الأجر والغفران للحضرات التي بآياته إن المسلمين وراءهم إلى أذي من تحلى من أعلى بأسراته ويا قام سرطان قام إذا لآياتهم قومهم بفكر تدبروا لا وعباد الله لآخر سورتي وقد حلق الإنسان مسكنا ناقصا ألو أريد بشر مس بنقمتي تخرج عن بيل زل تحلق لكي تخرج عن زبات زميمات فآيات الإنسان من بدء النفل إلى مكرم تكرم بالكرامات يا إله إلا الله 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 لا 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 وبصبر وصبر كتاب إلهنا فلا تؤمن ما جاءكم بالوصية وأمركم بصبر فامتثل الأمر جميع البلايا إلا ليل المعية الذي
بفتاين كازرات وإلا نتنا لبزائي والمنكر يفتينا أموال ذكر الله أكبر والكور يا من قد مال على كل حالة ويغبي أن الله كان جالس ولم يغزى ما يعوي إلى من مزيئته وثم توقع أن توقع حكمة وأوزى به تنزيل حي وسيئته ويجعل له يسرا ويعصي له خيرا تكفر له بالسيئات عظيمه يعلمه الله انت قل ربكم فلا تشرك بالله شيئا عبادي فلا ينغدي مال انتم من معاصير فأكرمكم أدعاكم خير نسبتي ولا ترقان للظالمين التمسكم بتوليات لذل منارا غادياتي وأعظمهم ظلما وأرواهم حربا من الله من يغضي لأهل الولايات ولا تمن إسباء اللعين ولا وعباد عليكم بإحسان وصدق المودة فما بالهم يغضون حقدا بسرهم وإن قدروا يبدون أقوى الأدوات وكنا لهم لسر أهلا وحاضر من أبزائه تظل أعظم أدوات ومن يبذل الأزرار ليس بربنا وليس من الأبناء قل وإخوتي وقد رب الأمثال بها إلى هنا يعتدي كل زوال بسرعة فهل تلوتم إنما مثل غره إلى خالدون بعد أخرى بالله وقرزا يا نعم زيتانا للناس سوى النساء بنين ما كان دير نعمتي وحسن ما ابي عند حريمنا غدا وما هو خير كان من كل سواتي
وزينا إن تبلغ إلى بالعباد ما نقول أنت صدق من غير مريض وزينا إن تبلغ إلى بالعباد ما نقول أنت صدق من غير مريض لا 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 فلله بالقرى ولا تغفر بالنعمات القرى عليكم أهمتي فإن تغفروا ربي غني بذاتي أني غير لا يغدى لكم قرى إخوتي فلا تنزعوا الله العظيم ما ينزلكم لأنفسكم وارحم بكل نظر مجيب دعائي استجيب دعاءكم نعوذك فاستجب إلهي دعوتي فيا ربي بالقرآن ناور بصيرتي ونور به قلبي وسمعي ومولاتي فيا ربي بالقرآن ناور بصيرتي ونور به قلبي وسمعي ومولاتي فيا ربي بالقرآن ناور بصيرتي
السمع الباب الذي تنام القديم لا يقبل السمع سبايبي من كل داء ونوره دليلا لقلبه عند جل وعيرته بهدي كتاب المدين سبل الهدى وهبل به إبلا وعن كنتلاوته تقبل لما أحدثت من أعمال به وسمع لما أحدثت به بذلتي تقبل لما أحدثت من أعمال به وسمع لما أعطيت به بظلتي لا 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 وسنة هذا المدى دين هداية بأبداد قوم عليكم بسنتي فبسبق لين إن تمسكتم فلن تدل أحبة كتاب وسنة وما خير إلا رادنا بما به رادع إلى هنا من الدين وهو ما أتى بالشريعة شريعة أركان وهي ديننا ثلاثة أركان عليها بنيتي كإيماننا برسل الإسلام قد بني كما تعلم على دائم خمسة صلاة وصوم ما زكاة وحجة ولا نبع بالميمون دون سعادة فالإيمان أرسل عليه بزائر لتوحيد تعليل إلى الشريعة به ينتم سرقا كبيرا وواجب علينا اعتقاد في عقود الأئمة والخصم ما حال
الإسلام أهل البيت وعليه كل من تعيد من علمه فسن بالحجاب وليس أنا أظلم بهم بيوت لمن سبع بتوحيد تجيب لأهل العقيدة فمجموع دين الإله وأصلها فمركز جمع العلم حي من شريعته ولم يتصوف كان تصوف ثم من تصوف دونه تصدق والتي هي رشد لتحيي جموك بينا فعزز بالرزق بكل وجهه فخذ باب الجمع الذي هو عامل فيروي باب الاعمال الا بنيته باعماله ابتغاء مرضاه ربي على ما تدع وجوده بالشريعه فلو غلب المعدوم ليس مخالفا تزندر بترجيح كتاب لسنته فمن غرى للناس بلا مبازيك لغفلته عن فائده في لاخوته وحصل هذا النبي ثم مدار عليكم احلائي برب البريات فان تجدوا لله ماذا بغرتم وان تبغضوا ماذا وجدتم احبتي يا إله الله لا إله إلا 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 لا 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 اله الا الله 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 لا اله الا لا اله الا الله 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 بعلم علم كل ذي علم
به واحد بيان للعقبة خطير عند بيان فيها بغت خطير بغلب بعلم من بيوته ما به فعلم به بل ما ملئت تبطلا بأي تبطل بأي بدلة لا إله إلا الله
لا 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 فلما رجعت ليود المعبد بعد الظل بها ما ويوم الذي انا ذاتي وما توهم وهم جرى لنزول ذات دعير حالتي قل ما راتب دانا دانا دي فإيمان إسلام وإذا نرجعت فالإيمان إندي أنا أهلية تنزلنا في الدين أول رتبتي فالإيمان يلم وهو عند الطعام كل بأن إله الناس ذو وليس بإدراك معتمد لنا لمن عند جل ذات من إدراكي بلا رسم بلا إذ لا وحنا سما لا سوى غير أين كم ناد الذي لزاقيل فليلاك أجز الذي له يا رمى عن الإدراك من كل جهاد وفي روحها الامن كيف بذاته فلا تتجلى الذات بالاديه ولكن فيها سور مرء ادمير كإدماء عبد حواذير اخوتي فسبحان من الله بزاهد حكمي على غائب رمزا لزاهد بكرتي فسبحان من الله بزاهد حكمي على غائب رمزا لزاهد بكرتي I'm going to be
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا 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 وليزانا وعدات أمي عديد نازل أني أما إزاني وأنقذ عبادي وعزاه مما كانت عيالا وموكم بأن نزل من تغير رغباتي تجلى على الإنسان أين كماله فزور من ذاته كمال لسورته على سورة الرحمن وعدت سورة فيعطي لموصوف زينا من أبي وحدتي فما كان من حسن جمال لذاته في ذات إنسان كمال دهنته عوض كل مال ذات من سر سرية فلا إلا سرا لذات عالية تبرأت من نفسي وحولي وقوتي
لا 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 عليكم ومن لما له من عبادتي فألزمه شكرا لا بالواردات فالزمان للصوم شكرا لنعمته وكل عبادة وشكرا لنعمته لذلك قيل لا إله إلا حق للعبادة إلا الله رب البريات لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تتجلى ذات من ذاته سوانا ان تتجلى ذات من احمديته لاحمد احمد وجودا لربي فكل صفات الحمد من تجلاته ومن عجب ترى انك لا ترى لمن هو بمراه سبيله ترى ولا يرى القدر لذاته ولكن لا حكم نور لحكمته I'm
الأسماء إلا في أحياته من أول آخر وظائف الفتيل ويسمع للكاشف عن الأوراق تزمى إذا على نور محمد وأمد قيب قيب بأمديات أماء بجمع الفار ومران أمه وزان الوجود ما إلى لا تندى صمتي وزاد زمد الكون من عيني إلى قاب قاسم لرجل البارية ولبل ألفة ولا من جلالة وقام قمال بالجمال تجلت فواته صور لبعضه صور تزهر وما يغلى لتلك العذارة تحيا لفحم ما يحيا لرمز ولم يرد للمرموس كن الراجعه ما بين جلال النور من صبواته فلا إجاب ذكر أزرى لحظته فمن خاد لجد المعارف طالبا وغبنا لا تجيك كن على حقيقته إذا لو دانا مما يليه لا أحرق الهجاب له تراج نار لصارك فلا رسل ولا أملاك يبلونكنا فلا تنود الجنة الجنة بغيرته على علي على علي على علي من تجلى الله حكمه يا دين وعدك على أن يرى ذاكرا لذاكما تجلى الله حكما انت يا دين وعدك لا 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 لا
أليس لك الرحمن إلا بعلم وذلك هم الواقع في الحقيقة وليس يرى الرحمن إلا بعينه فذلك حكم واحد في الحقيقة وما عينه إلا بعين ذاته بسورة مولى ذات الأدمية ومن خلوا إلا وادوا خالق لذات زوار زورة ما لسبات فحيا مريدا قادرا متقلما سميعا بصيرا عالما وذو الوعدة وما هو إلا كل ذات تقدس وجل عن الإدراك من كل جهة فلو كان كان الغيب به سعادة ويبدل معنى لبدون وغيبة وزورة الأولى وحضرت وأمة فلا يهم المئات ترجم آياته ويعبى لهم على مخالفة التي بها الوزن واجب لها بالأجرة تنزه ذات للغدم راجعه تسبى بتنزيه وذو النقمه وليس استراج العلم يغدي لمن له تجلى بوذبه بتاجه وحدته وزورة تدوير زورة خلقي ليرب بأمن زور مرتبتي وبزعير المولى وصف نفسه ولا يمكن الزور إلا بزورتي فزار بذاك اللون زورة عين من تأين وتأين عين لزورة كذا اللفظ لا يرى بل ذا الخط زورة للفظ تجلى به من غير رؤيته ولكن لما المعنى أراد الله
الرسل لطالب العلم بغيبتي وما قررت فهو سورة سلمان وما زاد ترى ولو بالبصيرة وبك إلى بكى وبك عجائب وأمثلات إلى لزائب بالنات أتبصر أم قد مزيرة كلام عن الله كم لله فيك من آياته يا رب الجنة الذي هو عالم لا قد جل صاد وصد وجلاتي بعلامها فالروح كان محققا وجود بلا سود ذات وصفات وبك مثال بيت نصل يا حبيبي عندك الغنى فأوصل الفتيت نصل في روح والغنز دارت من الدين بعده تنزل الفتيت وأغمى بدون الروح بجد أغمى قديما ولا جسم كما قد مزدي فللروح بالجسم دور كمالي بدون مزاقي مع الأوليات وإن تعرف اللفظة التي هي سورة من ظلمها أعرفت رب الغالية وما لك من نفس فلله جد كمال البيض فعليه أول وحدتي على الأرض والسماء بعد العبادة لا دزنا لو نادى يا ولكن لا حياة إلا بدلنا يا سر يا جهري وبعدي وجملتي ويا كل أجدائي ومكنون خبياتي لا إلا بدلتي وعن ولد مجدبي
ويا عين بعجتي وأنوار مجدي وبرد مقدم علي برؤيتي ويا عين بعجتي وأنوار مجدي وبرد مقدم علي برؤيتي لا 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 ولما أراد بين يرد سونه تنزل بالإسلام بالواحد أبي تنزل بالمعد تجلى بوحدته لأحمد ذات من محمد كثرته أراد ظهور بمظاهر ذاته تنزل عند بأمة لهدرته بمغلظ ذات واحدية كثرة سؤول إله البارج بدل تسمت كذا قال ما رأيت عدد جرمها فلا يعتاد تعديد رأي من نظرتي فهذا الوجود إن تعتاد ظاهرة فما صلى إلا من تجلى بصفاته لا إله إلا الله 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 لا 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 لا
وَدَرَبُكَ بِالنَّجْمِ إِمِزَالَ الْمَزَائِقُ فَلِلنَّجْمِ نُورُ الشَّمْسُ مِنْ أَهْلِ غَيْبَتِ تَرَأَتْ بِهِ لِلنَّاظِرِينَ كَأَنَّهُ له النور ذات بال بهم من آرياته وبها إزارة الماء يبدو لكل وجود كان في أيديك وزي سمس الدين وهو محمد تجلى بأمر الله في أصل نصاته وما نور إلا وهو عين الزهور وعين الزهور عادم الأرى رتبات هي النجم للشمس الذي به قد بات بنور الوجود الله في كنه العقيدة وعين زارعته الامر قل اذا تنزل بالاسلام اذان وجهته فالاذان وحدات لاعمال ذاته والاسلام وزن تجلى بقدرته بذل أمر جمعه أمور الأوامر وأمر مكون وأمر شريعة وكل بأمر الله كان ونور به ملا الاكوان خير البريات فعنده الاسلام اخر رتبة تنزل به الدين عن غير وحدة فعنده الاسلام اخر رتبة تنزل به الدين عن غير وحدة لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Thank you.
تخاتل بالحكم ما جاز وجود ما جاز بالفعل تارك سريعات فتجمع للأرض بالحكم حكمة ولا تتم تجيك إلى خير إخواتي تحرم مال وجوب عجيرة لتحرم شريف عجيرة تدل بما تهدي إليه من حكمها فعين دلال به عين هداية فيحتار في الدور راد البدري مدي عربي والجبر لك بذاك تكفر مسلما لوجهي عبي لذاتي والكور ليس بذاتي تجلى عليه الله بالنور نبعة ونور دم كان ظلما بظلمة فما كان للأرواح عن حاله ورا تبات ولا تلمى للعو وقبلته فإن خالف المضروح السلبال مديعا بإيمانا لأم المسيحة وإن بلسان الهسبان جود رضي لسان الروح رب البرية خذابا للمولى خذاب سريعه ميقان معظوما وجودا بزوره لعين خذابه دائما خلفه فما كان مخلوقا لغير العباده فلم يبغى لمجال حكم عقيعة فما سمى عبيد فعاد العبادة ويبنى ويبغل ويجل لله مقبلا بإسلام ويه التوحي حكم المسيحة وما أهدي من بني ولكن بنا أهدي لله رتان لعلم الغيبات وما كفى أن وحكم المسيئات وحكم حكيم ما بدا بالسعادات
Kazale jamule de dae ne humle ka dere alama ya jamme la gaura da dadi kazale jamule de dae ne humle ka dere alama ya jamme la gaura da dadi la 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 Babe kulle jay kana lillahi ayatun darul ala waje tirade me kadrade bal asya ho jamu sai awar jamu nisbatu yo hayya la be alwa mu kasrat awadade من آيات ربي ثم آيات التي وما كثرة التفسير بكل ذاته والإجمال والتفسير لك بنسبة والإجمال حكم ذات وكان بقدرة ولسورة التفسير حكم الإرادة أولي وفؤادي أشعر بخلق الناس
Allah
وزاني أذن بي أذن 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 بدون بدون أمدي أذن فلما أراد لي تنزل سيسا إلغار أرض سول الكهيرة فنزل من قطر لنعدة أحمد جنب محمد وقلبي فسبحان من له وجود وجوه تسلم وجهالته إرادته تسلم ذات الدين جمعا لتتها بعين ومديدان كان بنسبته فما كان معلوما وما زال قدره ويقبل جبته وجوب المسيئات لتاريخ الغابرين بمشتريات ويقبل ذات الموت بالجوايات لا الموت بيننا كأهل الزهادات ولا تحسن النظر إذا المطلون لا تكذب أهل النار نسان الغيات فكذبوه كفرا فكذبوه بلا ببدر وأولاد الآيات من اللزيم ببدر وإنبي سيد المعبد وأولاد ذا تغفير من كان نجيرا آيات لرسول الله أهل شفاعتي وأولاد
وما سعى بالأضحان العلو اللي خصلت ومن نالا المرميل إن لقائفات نعم فايات المنطبة وجلوس بأي مكان شاء ويا أجدتي وهذا من المذكور قبل الحكمة بزل جمع لبدين سهرت ويقبل ذات سبر ذات لطبها على وتا أغبى من دور مرارتي فالإسلام سار بين وجود حقيقتي من العلم للمحصول صلى الله عليه وسلم
Thank you.
Thank you.
Yeah.